توا انا راويه ممبر في سوشيال ميديا كلوب ومحمد خلفت باش نحكيوكم على لاتولي جي اللي هو لو hacking, le piratage de croissance, c'est le fait d'avoir le minimum d'investissement avec toute technique de web et des médias pour acquérir le grand nombre de visibilité et surtout c'est une bonne solution pour les petites startups. وهو تو سامبلومون البيراتاج دو كروسونس ماركتينغ ان شاء الله باش يكون لو 27 جانفي في اليو ال تي مادي ساعتين مرحبا بالناس الكل الناس الكل pour les étudiants professionnels les personnes qui vont des startups اللي باش تعاونهم معناها في الكروسونس نتاعهم وي والانفيتي نتاعنا هو باش يحكي لنا عليه فهد الانفيتي نتاعنا هو ملك العابد سي ان جروث هاكر في جو ماي كود هذه سي ان ستارت اب فهمتني باش يجي ينشط لاتولي فهمتني ويفسر لنا شنو هو الجروث هاكينغ شنو هو لي ديفي اللي يطرحهم على لي ستارت اب شنو هو كيفاش تخدم ان استراتيجي دو جروث هاكينغ فوالا سي سا لي زاتيستاسيون موجودين حاضرين معناها بور لي مومبر الكل وبور لي زانفيتي ومازلنا باش نحضروا لكم دي كارت مومبر بور ليكيب الكل ان شاء الله